تفضلي. اسمي جوزيف شفيق زينون، رقم سجلي 65، من ضيعة اسمها تلي وقت الطاحة. بالنسبة للأوضاع ما في شغل هون ببيروت، الشغل أحلى من غير مناطق. جيت قعدت هون لحتى أقدر أشتغل، بس أشتغل طلع مصروفي بدور وبطلع على الضيعة، بعدي 5-6 أيام بس أطفر بدور وبيجي. نمرة إلى عندي من 2003، جبتها بوقتها تقريبا بال10 مليون، هلأ تقريبا هي بيقولوا حقها 10,000 دولار. اشتغلت عالتيل، عرفتي كيف؟ واشتغلت بشركة غاز لقدرت جبت النمرة لعيش من وراها، لأنه أنا عندي 6 أولاد وأنا جبتها إيه كرمال ضمان. ما هي ضمان؟ ما في ضمان. شو ضمان؟ يعني بالإعلان بيحكوا شيء وبتروحي على الضمان ما في شيء، بيعرقلوا لك ساعة، بيقولوا لك ما بنفتح ساعة، بنفتح ساعة، ما بنفتح ساعة، بدك تجي بس تروحي بيقولوا لك ما في، وبيعذبوك عذاب، وبتركضي كل نهار أنجا تطلعي حق بنزيناتك وأكلاتك وشرباتك، ما بيطلعوا حق البنزيناتك. أنا من الصبح لهلأ شغل 500,000. شو 500,000؟ 500,000 روحي بدك تجيبي ساندويش طوق ما بيكفوكي مع عنيد بيبسي، بدك بتكلفك 1,000,000 ليرة. لك إذا بدك تسجليها للنمرة اليوم بدك تضل 50 يوم ليسجلولك إياها من نفعة، ولا بعد 40 يوم على المنصة ليعطوكي دور. هلا أبغارت علي بابا بدك ما ياخذوني على الحبس. عرفتي كيف؟ بالنهاية سهل أمور العالم، بس عندك نقابة خيي. هلما جرى هلما جرى، بتروحي لتجددي ورقة بيقول لك 5 مليون. لك يا خيي ليه 5 مليون؟ إيه 5 مليون؟ ما بدك روح جددها، منو منطق؟ لك أي نقابة؟ شو نقابة؟ هيدا نقابة بالقوة، وهديك نقابة فينا نقولها بالحركة. هيدا نقابة بس بالاسم، لكن نقابة مسكرة عشان تعمل. وثلاث ارباع السيارات، ثلاث ارباع حتينا نمر مزورة ولازقين لك نمر وعم بيشتغلوا. يا خيم أنا بقول العالم بتكون عايزي، الله يرزق العالم. هلا المكاتب أثرت علينا، بده يطلع بالموتوسيكل، بده يطلع، وبده يطلع بالسيارة، بده يطلع. كل من شو أثروا؟ أثروا كثير. ما فينا نضحك على بعضنا إنه ما أثروا، لا أثروا. هلا في عند الموتوسيكلتين بيشتغلوا لك، لا علي النمر ولا علي شيء. طبعاً أنت هالنمرة بتفكر تبيعها؟ ما فيني بيعها، عندي آخرة. عندي بالحياة إذا كبرت أنا وهالمرأة أم ربيع عزت ببيعها وبعيش فيها.